فجهزوا يا رجال، السري صيدنا الثمين ونحن الشرف. لا خطأ اليوم، هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل جئت بنا هنا كي نصمت؟ تأمل. النيل، هذه هي مصر، الخير الكثير، خزائن الله على الأرض. وما شأني؟ لماذا تسعى ورائي يا سري؟ ماذا فعلت بك؟ لا شيء، فقط أقوم بواجبي. واجبه؟ العباس عاد، واجبك مع العباس؟ أنا أخذ أوامري من الولاية. يا صاحبي، الولاية بشر وليست حجراً. أصبحت فيلسوفاً يا جروي، تهتم بالسياسة الآن. أنا لا أحب السياسة، ولا أحب أن أكون من رجالها، وتركت الفلسفة لك. ماذا تريد مني يا سري؟ تعود معي اليوم إلى الولاية، أنت مطلوب. لا سبيل للتراجع الآن، قد سال الكثير من الدماء. هذا ما أفكر به تماما. لقد أخبرني العباس أن هناك ما تعرضه علي. صحيح، انضم إلينا يا سري. نذهب إلى الفسطاط أولا، ثم يقضي الله أمرنا جميعا. هذا آخر الكلام؟ نعم يا جروي، آخر. أشهد وأعترف أنك أتعبتني يا سري. اركب الريح يا سري. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.